بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا بكم مع فيديو جديد من فيديوهات قناة مصادر الحياة. وأعتذر عن التأخير بسبب مرضي في إلقاء المحاضرات والفيديوهات، ونعاود بإذن الله تعالى. وكنا قد وعدناكم في الفيديو السابق والذي كان هام لكل فتاة مخطوبة، والنهاردة بنتحدث عن فيديو آخر وهو هام لكل شاب في مرحلة الخطوبة، لأننا نجد أن هذه المرحلة هي مرحلة التفاهم والتواصل بين الشاب والفتاة. وبناء على هذه العلاقة أو ما يترتب على هذه الفترة من نتائج، يمكن أن نستشف منها ما يحدث في المستقبل، وهل هذه العلاقة سوف تستمر أم لا تستمر، سوف تؤدي إلى زواج وحياة أسرية ناجحة أم لا. ولكن في هذه الحلقة نحاول أن نسأل الشاب أن يجلس بينه وبين نفسه ليحدد مصير هذه العلاقة بنفسه، ويحكم بعد الإجابة على هذه الأسئلة بينه وبين نفسه، هل هذه العلاقة ستؤدي إلى زواج ناجح أم لا. السؤال الأول هو: ما هو التغيير الذي حدث في حياتك بعد الارتباط بهذه الفتاة؟ ما هو التغيير الذي حدث في حياتك؟ وهل هذا التغيير إلى الأحسن أم إلى الأسوأ؟ في الحقيقة قد يتسرع الشباب ويقولون نعم حصل تغيير، والكل يقصد هنا التغيير في الملبس والمظهر والحرص على الأناقة وأن تراه جميل مهندم منسق، ونحن لا نقصد ذلك. فالتغيير لابد أن يكون، نسأل عن التغيير الداخلي، هل أصبحت ملتزما في السلوك؟ هل أصبحت متقربا إلى العادات الحسنة أم إلى السيئة؟ هل أصبحت أكثر إلماما بقدر المسؤولية وبقدر الحياة التي أنت مقدم عليها أم لا؟ هذا هو التغيير الذي لابد أن تدقق وتمحص وتسأل نفسك عنه. فإن كان التغيير إلى الأحسن في هذا فأنت محظوظ، وإن كان التغيير إلى الأسوأ وإلى الاستهتار وإلى التمادي وأن لا شيء قد تغير، فاعلم أنك لم تستطيع تفهم هذه المرحلة، ولا تستطيع أو ولم تفهم وتعي من أنت مقدم عليه من هذه العلاقة. السؤال الثاني: ما هي علاقتك ونوعية علاقتك بالفتاة التي قمت بخطبتها؟ هتقول لي ده سؤال لا يجب أن يسأل، يعني هي خطيبتي، أصبحت خطيب، وأنا لا أقصد ما تمثل لك خطوبة كوجهة اجتماعية، ولكني أسألك هل هي الآن علاقتك مع هذه الخطيبة أو الفتاة، هل هي علاقة صديق صداقة أم علاقة ابن بأمه أم علاقة أخ بأخته أم علاقة متعة وفسح ومواعيد وتلفونات، ولا تتعدى هذه العلاقة غير ذلك؟ إذا كل هذه الأنواع يجب أن تركز على نوع واحد فقط، أن تكون علاقتك بها
هي علاقة الاحترام أولا المتبادل، علاقة الأم والابن، الأخ والأخت، الصديق والصديقة. إذا جمعتم هذه العلاقة كلها أو وجدت أنها تجتمع فيها هذه الصفات كلها فاعلم أنك أنت الفائز. أما إن كانت العلاقة أصبحت وهي أسوأ العلاقات على الإطلاق، أصبحت علاقة أنت الطفل وهي الأم هي المراقبة، رايح فين جاي منين بتاكل ايه بتلبس ايه بتكلم مين، فاعلم ان هذه علاقة تسلطية وانت فيها سوف يكون النتيجة بالنسبة لك امران. الامر الاول، اما ان تستسلم وتنسلخ من شخصيتك وتكون بلا شخصية، وإما أن تصدم صدمة كبرى وتنتهي العلاقة بالانفصال. السؤال الثالث، ما مدى رؤيتك أنت وهذه الفتاة للمستقبل؟ عندما تتحدثون عن المستقبل، إنجاب الأطفال، طريقة الحياة، المستقبل في العمل، في الوظيفة، في الدخل المادي، هل أنتم متفقين أم مختلفين، أم وجهات النظر بعيدة بعد كبير أم بعيدة بعد قليل؟ كل هذا لابد أن يكون في الاعتبار. فإن كانت هناك اتفاقات إلى حد ما على هذه الأمور فاعلم أنك أنت السعيد، وإن كان هناك خلافات فاعلم أن هذه الخلافات سوف تتطور وتصبح خلافات أكثر فأكثر فأكثر، وقد تسبب إلى ما يحمد عقباه وهو الانفصال بعد الإنجاب وتشتيت شمل الأسرة. السؤال الآخر الآخر أو الأخير، هل علاقتك بعد الارتباط قد خلصتك من كثير من العيوب التي كانت تراها في نفسك؟ سوف تقول أنا ليس في عيوب، وإذا قلت أنت ليس فيك عيوب فأنا أقول لك أنك لست ذو بصيرة، فكلنا عيوب. فاجلس بينك وبين نفسك وحدد عيوبك ومميزاتك، كم عدد العيوب كم عدد المميزات قبل الخطوبة وبعد الخطوبة، واحسب هل نقصت العيوب أم زادت، هل نقصت المميزات أم زادت. فإن كانت المميزات زادت ونقصت العيوب فأنت السعيد، وإن كان العكس فأنت وهي من التعساء. وأخيرا وليس آخرا، أتمنى من كل شاب مقدم على الزواج في فترة الخطوبة، هذه الفترة هي فترة تاريخ مسبق يكتب سوف يخرج فيما بعد الزواج. في أي خلاف وفي أي موقف عندما تتزوج ويحصل أي موقف أو خلاف، سوف تسرد لك، هتقول لك يعني وتحكي لك، فاكر انت كنت بتعمل كذا في الخطوبة، فاكر انت كنت بتعمل، فاكر انت عملت، فاكر أمك قالت كذا، فاكر ست الوالدة قالت، فاكر ماما قالت، فاكر أختك قالت، وأنت كذلك في هذه الفترة. ولكني أقول وجهة نظري المتواضعة أنه كلما زادت فترة الخطوبة زاد هذا التاريخ الذي هو
قبل الخطوبة من أحداث ومشاحنات مشاكسات يخرج عند أول خلاف من كلا الطرفين من الشاب ومن الفتاة بعد الزواج، ويزيد الطين بلة ويضع النار على يضع البنزين على النار لكي تزداد اشتعال. فإن كنت من العاقلين فدائما ابحث عن أن تكون هذه الفترة أقل ما يمكن، أقل ما يمكن، لأن إطالة فترة الخطوبة ليس وراءه إلا المشاكل الكثيرة بعد الزواج. وفي نهاية حديثي أتمنى للجميع شاب وفتاة السعادة في كل الأمور وفي كل الحياة، وأن تنعموا بحياة هنيئة سعيدة. ودائما نتذكر الاشتراك في قناتنا مصادر الحياة، ونتذكر شعارنا هيا بنا نحيا الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.